تقول الأخت: هل يغسل الزوج زوجته؟ وبماذا تنصحون الذين يغسلون الموتى، حيث إن بعض المغسلين والمغسلات تذكر حال الميت للناس وما هو عليه؟ الميت الرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء ولو كن قريبات له، ما عدا الزوجة. الزوجة تغسل زوجها لورود الدليل بذلك. وكذلك الرجل لا يغسله إلا الرجال ولا تغسله النساء، لكن الزوجة تغسل زوجها كما سبق. كذلك العكس، المرأة لا يغسلها الرجال ولا أقاربها، إنما تغسلها النساء. ويجوز لمن كان دون التمييز، من كان دون التمييز من الأموات، فإنه تغسله النساء والرجال، لأن النساء غسلن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وهو دون التمييز. وعلى المغسل أن يكون أمينا فيما يتولاه، فلا يبدي شيئا من أحوال الذي يغسله ويقول رأيت عليه كذا ورأيت عليه كذا، وقد يكون متوهما. والواجب الستر على الميت. نعم.